بعدت تعود مجددا للمسه ونقله. جيريمي نوير، جيريمي يلعب كوره خطيره الثاني. الله علي جاسم عاليه في الكره، محاوله المرور تعود الى جيريمي نويجر. جيريمي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عوده بانطلاق ناصر النصر، يأكل الكرة من الجبهة اليسرى، ساقطة في الطرف الأيمن للشمال، هذه ممتازة. ذلك أمر سيقرره نادي قطر إذا نجح طبعا في العودة، لكن الكرة الآن عن جاي. مرة أخرى أمجد عفوان اللي كان حاضر مع نادي الكويت واللي كان حاضر مع نادي الشرطة. هم يقوم بالسلامة، مستأنف اللعب بركلة مرمى حاضرة للشمال. جيريمي في وسط الميدان، جيريمي ينقل الكرة إلى عبد العزيز النصر. طالت على أكرم عفيف وكان الإبعاد حاضرا هنا، الكرة تنقل في الجهة اليمنى. ناصر النصر عند الكرة، محاولة خطيرة لمصلحة الشمال. الله أضاع بهاء فيصل من خلال الكرة الماضية. الشمال علي جاسم يلعب في الوسط الى جيريمي، جيريمي يتقدم، ممتازه هذه في المساحه، ممتازه عبد العزيز خالد من الجبهه اليمنى. جت 2-1 هي النتيجه اللي كانت حاضره في اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين في منافسات بطوله الدوري. اخر مباراه جمعت ما بين نتيجه المباراه بهدف الرابع، لكن لاعبي نادي الشمال، هل الشمال استنفذ طاقه؟ تمريره لكنها خاطئه، ياسين يعقوب منذ ظهوره الاول طبعا المدافع السابق للنادي العربي، شاهدنا مستوى كبير يقدمه وفي ضرب في ضرب. اربع دقائق، اربع اهداف سجلت في اربع دقائق و22 ثانيه، و22 ثانيه. نعم هذه الكره الان تلعب لمصلحه الشمال. النادي السيد عبد الله العيده بان تكون الفرحه فرحتين، فرحه السيف وفرحه الانتصار امام نادي الشمال. الدخول في اجواء المباراه خاصه اننا نصل الى الدقيقه 11 من زمن هذا الشوط الاول من اللقاء. جيريمي اللاعب اسناني، كره في وسط الملعب، جيريمي مهمة أن تعود طبعا لتتواجد مع في دوري النجوم مع الكبار. أكيد بأنك أي دراما، أي مسلسل، أي سيناريو تحت إخراج قنوات الكاس الرياضية من خلال أحداث هذه المواجهة. عيسى أحمد، جميلة هذه اللقطة، جميلة هذه التمريرة، لكن على ما يبدو لعدت ما زالت عافية الملعب مر واستعرض، لكن في النهاية طبعا عدت الشباب مصلحة الشمال. تذكر جيدا الشمال في بداية الألفية لداعي التبديل اللي يعتبر سلوك في كرة جاسم علي، لمسة إلى علي إياد، ترسل في الطرف الأيمن مجددا، النقلة الماضية بمصلحة الوكرة لكنها خارج الميدان. الفريق أن يكون أكثر تركيزا وعلى يعني يقوم بإضاعة الفرص التي ستتاح لهم في اللحظات القادمة، لكن الشمال يبحث عن الثالث. خلاص زاد في أملك الثلاث نقاط، لكن 2-1 ما زال فيها شك، 2-1 ما زالت الثلاث نقاط والفوز. كرة في الجهة اليسرى، تمريرة البحث عن المرور، لكن جيريمي في المكان المعين. هناك علي اسد يتحدث معه جافي بان يمر الى علي اسد، بالفعل وصلت لكنها قويه، عمليه الاستلام لم تكن بصوره الطريقي بيدرو. علي اسد وصلت الى رودريجو. الله، لو 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 مرت الكره الماضيه في عمليه تفويت كانت نائب الجمالي.
بحث عن الكرة العرضية، تمريرة أيضا خاطئة. قطر يصل في الشوط الثاني، لكن يعني تجارب طبعا بعيدا عن بطولة الدوري العراقي، كان قد تواجد مع العميد هنالك في بطولة الدوري الكويتي. انتبه فيصل المتراجع ايضا لوسط الملعب عند صاحب الرقم 8 جريمي، عند بالاضافة لامجد عطوان اسماء قوية. طبعا مؤشر واضح جدا على الأفضلية المطلقة والكبيرة للفهود في شوط المباراة الأول. ماتياس ناني المدافع الأرجنتيني يعيد الكرة في وسط ملعب المباراة، عادت مجددا للخلف لكن تبعد من ياسين يعقوب. مباراة الكرة بلمسة حاضرة من الطرف الايسر، تحول بغا لكنها تبعد من امامه، عادت لسفيان هني، تبعد من امام سفيان جيرمي، يلقي كره فيها نديه في اي اثاره، فيها حيويه اكبر، فيها حماس بشكل اكبر في الشوط الثاني. كره في وسط الملعب، الطموح، الاراده، العزيمه، كل هذه النقاط بكل تاكيد كفيله بان تذهب بصاحبها الى ابعد، ليس فقط مجرد خط الدفاع، بل الملاحظ بان تقريبا كل الهجمات يسخر بالنسبه لنادي الشمال الذي عليه ان تشكيله نادي الشمال. تواجد الحكم جمعة محمد الحكم الدولي منذ عام 2013 المساعد في المكان المناسب. فخام الدور، كرة في وسط الملعب لكن تبعد من الدفاع، تعود لحارس الكرة، وصلت إلى وو يونغ يصل الكرة إلى علي أسد، بعد ذلك الكرة يعني لا يشعر في متعة أن يفوز بهدف مقابل لا شيء، أو يعني على يوسف يعيد، يعود مرة أخرى للكرة، وصلت لسيار، سيار يقتل الكرة الأمامية، أبعدت لمصلحة الشمال، يشوف الكرة الثابتة عن طريق حسن الهيدوس، الكرة التي تلعب لكنها أيضا أبعدت من دفاعات لاعبي نادي الشمال على مستوى طبعا الناحية الدفاعية، وبالتالي يجد في هذا الامر صعوبه نوعا ما نادي قطر من الاختراق بسهوله، لكن اكيد بان المطلب واكيد بان الامر الاكثر اهميه هو ان يستمر لاعبي نادي الشمال بهذا التنظيم في الخط الخلفي. كره تعود عند ماتياس ناني، كره في وسط الملعب جيرمي، لاعب الكره الساوي موسم ثاني، الثاني اللي لا شك بان السيد هشام جدران سيضع يعني الطريقه والخطه المناسبه من اجل ان يحافظ على تقدمه، ومن اجل طبعا ان يكون اعتماده على الكرات المرتده بعد ذلك من اجل خطف هدف ثاني. امجد عطوان لاي لاعب في ذلك المكان في تلك المنطقه يعني، لكن لم ينجح في ان يستثمر الفرصة الأخطر في شوط المباراة الثاني. بها فيصل، بها يرى خاطئة، عادت بلايلي مجددا لمعين، لكن شوف بها فيصل، شوف دور القائد، شوف إلى أين. الثالثة ثابتة يا علي إياد في شباك الأهلي، ثاني الأهداف في الشمال، في ثبات في هذه الشمال في هذه المباراة. في دوري 16 لما تجاوز نادي الشحانية بثلاثة مقابل واحد، ثم أيضا آخر مباراة في الدوري أمام الغرافة انتصر 3-2 أمام النصران من خلال أدائه، من خلال عطاءه أن يذهب بعيدا في هذه البطولة، يعني النتائج تقول ذلك، العوائق الكبيرة مثلا تحولت إلى خارج الملعب. تعود رمي التماس برفعة سريعة، ناصر النصر في الطرف الأيسر، ناصر يملك كرة، الدفاع في الإبعاد، الكرة عدة مرات، تعود النقلة مجددا حاضرة.
محمد الجابري. كرة ملعوبة تعود في الطرف الأيسر مجددا. العربي 1-1، نتيجة تعادل ليست سيئة بالنسبة أبدا لنادي الفور اللي يحتاج لأي نقطة في ظل الوضع الصعب اللي يعيش الفور يعيشه السينية وبدرجات أقل بمسافة أقل. طبعا يأتي نادي الشمال في حسابات صراع البقاء. محمد حتي ستكون للشمال أن يحافظ على 2 على 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 2-1 على 3 نقاط عن 26 سنة خادم ليفربول باسكال. هناك في الدوري الكولومبي وبالفعل يقدم أداء مميزا في صناعة الهدف الأول وكاد أن يخلص النتيجة بهدف ثاني للشمال. وكما ذكرت ما أجمل الشمال جرأته بتقدم. نعم 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 يبادر يريد يحاول وكرة جميلة انتشار. نشوفه مهدي اليوم في مباراة الشمال. كرة موجودة في وسط الملعب وصلت لمصلحة ياسين يمرر لجيريمي في الجبهة اليسرى ناحية متولي يعيدها إلى ناني وصلت إلى جيريمي. لكن هذا الشمال والله مع الفرق اللي مستواها البدنية لدى هذا المحترف والجميل أنا أعتقد لربما ما كان مجزم، لكن بنسبة 90 إذا ما كانت أكثر. النادي الوحيد في دورينا اللي كل محترفيه الخمسة أقل من 30 سنة هو الشمال. منه نعم كل محترفيه الخمسة أقل. أنا لو وصلت جولة 15 لو وصلت 16 وصلتها لكن يتصدى لكل كرات أكرم. لكل كرات أكرم نعم الكرة الآن وصلت في الجهة اليمنى محاولة إلى ناصر النصر يحاول يهدي نادي وتبادلها فيما بينهم إبقاء الكرة بحوزتهم بهكذا طريقة ممكن يمضي الوقت لمصلحتهم في آخر ربع ساعة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ككل. خلفية في وسط الميدان تعود في الجبهة اليسرى. محسن اليزيدي يضيع في هذا الشوط الثاني محمد صلاح النيل المعار من النادي العربي. الكلام عن هذا اللاعب 1.74 بحجم الرافة بكل تأكيد سيعطي الدفعة المعنوية الكبيرة، سيعطي الحافز بالنسبة للشمال من أجل تقديم ما هو أفضل في الجولات. سيد جدو محمد السيد جدو يشارك في هذه الأثناء. جدو يشارك في تشكيلة نادي الشمال والاثنين اللي شاركوا يعني اثنينهم تاريخ، اثنينهم أسماء كبيرة. الكلام عن جيرمي يرسل كرة في الجهة اليمين ناحية نصر يعيد الكرة الخلف. سلامات لسفيان هني عادت لعبد العزيز خالد. في كثير من الأحيان نتيجة التقدم بهدف أو هدفين ممكن تخدع صاحبه، ممكن تخدع صاحبه إذا لم يضع في اعتباره بأن في عالم كرة القدم العودة ممكنة حتى وإن كان الفارق 3 في بعض الأحيان. سيفي كبير وعنده تاريخ لأكمل 200 مباراة بقميص نادي السلية بالرقم 5 عادل بدر بالثمانية. رامين اللي يلعب بالعشرة كرم أبوجي حاضر بال14. محمد صلاح النيل بال19. سعد حسين بال20. رامي فايز ال22. دريس فتوح القادم من نادي الأهلي حاضر لسيد هشام طبعا. هل 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 هل, هل
نشاهد كرة قدم هجومية تقدم من فريق نادي السلية بشكل أكبر من خلال أحداث هذا الشوط الثاني. اللي نشاهد 18 عبد الله العذبة مساعد أول جمعة محمد البرشيد الدولي منذ عام 2013 وفيصل محمود اليافعي الحكم المساعد الثاني محمد أحمد العبدلي الحكم الرابع مقيم الحكام عادل صالح أحمد فيصل وقف على كرته بها يعود إلى الخلف بها جريمي مرة ثانية حسن إدريس اللي كرة إدريس فتوحي سكنت وكرة محمد مدثر لم يستطع أن يحافظ على شباك نادي الشمال لم يستطع أن يحافظ على شباك يا هي قوة يا